ايه بقى حكايه سر الباتع؟ انا هقول لك. وعلشان الحلقه بتاعتنا تبقى منظمه، تعالوا نرجع للقصه من بدايتها، من ايام يوسف ادريس لما كتب القصه ديت. سر الباتع. سر الباتع هو قصة قصيرة جت ضمن مجموعة قصصية كتبها يوسف إدريس من 7 قصص، منهم بقى سر الباتع. والقصص دي كلها كانت تحت عنوان حادثة شرف، اتنشرت لأول مرة سنة 1958. وقصة سر الباتع بتتكلم عن شاب بيبحث عن سر مقام لسلطان اسمه السلطان حامد، والمقام ده موجود في إحدى القرى الريفية في مصر. ورحلة البحث عن اللغز ده بتقود هذا الشاب إلى عصر الحملة الفرنسية. المهم الشاب ده وهو بيدور على اللغز بيكتشف ان صاحب المقام ده اللي هو السلطان حامد ليه دور كبير جدا في المقاومة ضد الحملة الفرنسية لما دخلوا مصر. وده بعد ما قتل جندي من الجنود الفرنسيين، ومن وقتها الجيش الفرنسي اطلق حملة للقبض على حامد دوت. وهنا في قصة كده مرتبطة بحامد، انه ايده فيها 4 صوابع بس، وعنده وشم كده على جنب عينه كده شبه العصفورة، علشان كده زي ما شفنا في التريلر بتاع المسلسل كانوا بيعملوا الوشم دوت وبيقطعوا صوابعهم علشان الجنود الفرنسيين ما يعرفوش هو فين حامد من ضمن الناس دي كلها. وهي دي قصة حامد او السلطان حامد باختصار. وهنا بنوصل ان المسلسل ده عبارة عن دراسة عصرية تاريخية بتدور احداثه ما بين زمنين، زمن في الماضي ايام الحملة الفرنسية سنة 1798، وزمن في الحاضر، وده اللي هنشوف فيه احمد فهمي. وهنا طبعا احمد فهمي هو الشاب اللي بيدور على لغز السلطان حامد او سر مقام السلطان حامد. وهنا من خلال سرد الاحداث بنكتشف ان في تقارب وفي حاجات متشابهه ما بين الماضي والحاضر، لدرجه ان في حاجات هي بتحصل بالظبط زي ما حصلت زمان بتحصل برضو دلوقتي. خالد يوسف هو مؤلف ومخرج العمل ده، وكان بيقول في حوار ليه قبل كده انه كان المفروض انه هيعمل المسلسل ده فيلم، او هيعمل القصة دي فيلم، لكن لقى ان الاحداث كتيرة جدا وما ينفعش تتعمل في فيلم واحد، علشان كده قرر يعمله مسلسل. والمسلسل ده كان في البداية اسمه سر السلطان، وهنا طبعا بيرمي على فكرة السلطان حامد، لكن هما بعد كده قرروا انه يسموا المسلسل بنفس اسم القصة القصيرة بتاعت يوسف ادريس، سر الباتع. وطبعا هنا سر الباتع جاء من فكرة المقام نفسه، ان الناس بقت تتبرك بالراجل دوت وبالمقام بتاعه، انه عنده كرامات وعنده حاجات كتيرة جدا، وده اللي خلى الشاب اللي هو احمد فهمي انه الموضوع ده يستفزه. هو الناس ليه بيروح عند القبر ده وبيعملوا كل الكلام ده كله، وبيعملوا عنده حلقات ذكر، وبيعملوا عنده حاجات كتيرة جدا. هنا احمد فهمي قرر يكتشف حقيقة هذا المقام، وفعلا بيلاقي حاجة. ومن خلال التريلر اللي احنا بنتفرج عليه او اللي احنا شفناه او اللي انتوا لسه ما شفتهوش، هو بيلاقي ورقة جوه المقام ده، والورقة دي فيها السر. ومن هنا احمد فهمي هو وريم مصطفى وناس كتيرة جدا هيحاولوا يوصلوا لسر الورقة ديت، وايه الحكاية بتاعت السلطان حامد، خاصة ان في العصر الحملة الفرنسية في مصر ما كانش في حد اصلا سلطان على مصر اسمه حامد. لكن طبعا احنا شفنا في التريلر ان احمد السعداني هو السلطان حامد، هو حامد نفسه. وانا اتوقع ان فكرة انه يتحول الى سلطان، فكرة انه هو بطل قومي يستحق ان هو يكون سلطان بشهامته وبقوته وبدفاعه عن بلده. المسلسل طبعا هو من بطولة احمد فهمي واحمد السعداني، احمد صلاح السعداني وحنان مطاوع وريم مصطفى وناس كتيرة جدا، منهم حسين فهمي و60 ممثل، ناس كتيرة قوي، ناس كتيرة جدا انتوا لا تتخيلوها. وطبعا معروف عن خالد يوسف ان هو بيعرف يتحكم بشكل كبير جدا في المجاميع، يعني لما هنيجي نبص على التريلر كده هنلاقي تحرك كبير وجغفير للمجاميع، ناس ماشية يا جماعة، ناس كتيرة ماشية، ناس بتتحرك بانتظام وبشكل منظم جدا زي عارب الساعة. وطبعا التريلر بيبين شوية لقطات كده فيها سينما فوتوغرافي رائعة، يعني أنا بالنسبة لي اللقطة اللي كان فيها الناس حواليهم عبارة عن دواير وكانوا بيسكروا كانت جميلة جدا بالألوان بتاعتها. طبعا أنا مش هدخل في تفاصيل إن في بعض الجنود الفرنسيين هما مش شكلهم فرنسي خالص، بس ماشي ما علينا، هنعدي الموضوع ده، يمكن مش هنعرف نجيب ناس بيضة وبعيون خضر وشعر اصفر كتيرة بهذا الكم الكبير، لكن ماشي هنعديه. طبعا فكرة ان المسلسل بيدور ما بين زمنين ده صعب جدا ان انت تقدر تربط ما بين الاحداث دي، وهنا هيظل السؤال لحد ما نوصل لاحداث المسلسل في رمضان، هل هيبقى الموضوع ماشي منقسم نصين؟ يعني مثلا احنا هنشوف احداث المستقبل الاول بعد كده نشوف احداث الماضي، سوري هو مش المستقبل هو الحاضر، ولا من خلال الورقة اللي اكتشفها احمد فهمي واللي احنا شفناها في التريلر هنبدأ نرجع للماضي ونشوف الاحداث هتمشي ازاي، ولا هتكون الاحداث متداخلة هنشوف شوية في الحاضر وشوية في الماضي. بس انا كده للوهلة الاولى حسيت ان انا شايف كده لمحة كده من فيلم الكنز، يعني الدنيا شبه بعضها شوية. طبعا القصة والاحداث اللي انا اتكلمت عنها دلوقتي وتفاصيل المسلسل والماضي والحاضر واللغز وكل الكلام ده، هي دي عناصر المحركة للمسلسل،
يعني مش هتخرج برا الإطار ده تماما. والتريلر بشكل واضح جدا كان بسيط وسهل وبيحطنا قدام النقاط الرئيسية في العمل ده. يعني احنا عندنا حامد السلطان حامد، عندنا أحمد فهمي اللي بيدور على الكنز وهو مش كنز، هو لغز بيحاول يكتشفه. دول فئتين، واحد في الحاضر واحد في الماضي. عندنا الحملة الفرنسية والبحث عن حامد نفسه، فهنا هنشوف رحلة بطولية وقصة خاصة بهذا الحامد. تمام، هنشوف بقى المستقبل او الحاضر، هنلاقي فيه عندنا احمد فهمي، احمد فهمي بيلاقي الورقة، لكن في نفس الوقت في ناس بتجري وراء احمد فهمي عايزة توصل لهذا اللغز. وهنا بنشوف الشخصيات الشريرة او الفيلنز في المسلسل ده اللي بيتمثل فيها عمرو عبد الجليل والناس اللي شغالة معاه، واللي هو برضو عنده بحث خاص بيه حوالين لغز هذا المقام بتاع السلطان حامد. طبعا في نفس الوقت هنشوف فكرة المقام والناس اللي بتحاول تتبارك بالمقام دوت، وطبعا في ناس هتحاول تحفر وتدور على اللغز او الكنز ايا كان ايه هو. وهنا هيبقى فيه خناقات، انتوا ازاي بتتعدوا على الناس واولياء الله الصالحين والمقامات والكلام ده كله. فهندخل في قصة ممكن يكون فيها صراعات ايمانية وصراعات دنيوية في نفس الوقت وفي نفس الاحداث. وخلال احداث المسلسل هنتفرج برضو على البطولات ما بين زمان بالنسبة لحامد والدفاع عن مصر ضد المحتل او الحملة الفرنسية، وبنشوف كمان جنود من الجيش المصري وهم بيحاولوا ان هم يصدوا اي اعتداء بيجي على ارض مصر. فهنا في تشابه وفي ترابط ما بين الاحداث، اللي كان بيحصل زمان بيتكرر تاني بس باشكال مختلفة، لكن هنا يظل المصري واقف قدام هذا المشاكل والحاجات اللي بتيجي عليه وبيقدر يصدها ويرضعها. طبعا في نفس الوقت كده بنشوف لحظات حب، قصص حب بتدور ما بين الماضي وما بين الحاضر. بنشوف احمد السعداني وبنشوف حنان مطاوع، بنشوف الناحية التانية احمد فهمي وريم مصطفى، وشوية قصص حب تانية فردية. وهنا ممكن يكون الموضوع له علاقة بفكرة ان دايما الحب والوفاء هو اللي بيحرك مشاعرنا، هو اللي بيحركنا اتجاه ان احنا نكون موجودين وان احنا نكون عايشين علشان الامل والحياة الكويسة المتزنة. وطبعا هنا فكرة ان المسلسل بيحركه ثلاث حاجات زي ما قلنا من شوية وهنعيد تاني عشان ده مهم جدا، هو فكرة اللغز اللي بيدور عليه احمد فهمي، وفكرة السلطان حسن، والحاجة التالتة هي فكرة الايمان بالوطن. التركيبة دي كلها بتلف في دايرة واحدة. وهنا مش شرط ان احمد فهمي يلاقي فعلا كنز او يلاقي لغز حقيقي، لكن هنا اللغز هو زي ما بيقولوا كده الكنز في الرحلة، فاهمين الليلة يعني. فهو الموضوع ليه بعد سريالي بسيط قوي في بعض القصص والحاجات الهادفة المفيدة الجميلة ما بين ناس كتيرة جدا بتحاول توصل لحاجة معينة، لكن كل واحد ليه غرضه الخاص. احمد فهمي ليه غرض انه عايز يفهم ويعرف، حامد كان بيوصل ان هو يطرد المحتل الفرنسي، الناس التانية الاشرار المتمثلين في عمرو عبد الجليل دول بيحاولوا يوصلوا لحاجة شخصية، حاجة ليهم هم، ودي طبعا بتتمثل في الاطماع. فهذا الكلام السريالي اللي انا لسه بقوله دلوقتي ممكن يكون اي كلام في اي كلام، بس هنشوف المسلسل ده اللي انا استشفيته من التريلر بتاع سيرو الباتا. انا مبسوط بيه جدا، شايف ان المسلسل هيكون ليه قوة جماهيرية في رمضان، هيكون هو انطلاقة جديدة ويعني استيب جديدة بعد سلسلة الاختيار. اي نعم احنا عندنا السنة دي الكتيبة 101 هيكون جاي في 20 حلقة على ما اعتقد، وفي 10 حلقات تانيين مسلسل اخر تقريبا هيكون بطولته محمد فراج، وهيكون معاه احمد السقا، واحتمال يكون من اخراج بيتر ميمي، لسه المعلومة دي انا مش متأكد منها، بس التركيبة دي موجودة. لكن التركيبة الجديدة هي فكرة سيرو الباتع، مرحلة جديدة في الدراما بتتقدم لنا في رمضان بشكل مختلف وجديد، وفكرة ان احنا بقى بندخل بعيدا بقى عن الحاجات اللي ممكن تكون اجتماعيات عادية وقصص غريبة ومش عارف مين عمل ايه وراح فين وسوى ايه وخناقات وعلى الميراث مثلا ايا كان الموضوع ماشي ازاي. بس هنا سيرو الباتع مرحلة جديدة في الدراما المصرية ممكن تتكرر بشكل مختلف الفترات اللي جاية، ونبدأ نشوف قصص اخرى جديدة من النوعيات المختلفة ديت. زي رمضان السنة دي مثلا هنشوف السفارة، دراما مختلفة فيها سفر عبر الزمن فيها خيال. هنشوف كمان جت سليمة مع دنيا سمير غانم، برضو فيها الذهاب الى عوالم اخرى ومختلفة من خلال مكتبة اثرية بتورثها من باباها.
فهنشوف قصص جديدة غريبة حلوة ممكن تكون يعني ألطف من الحاجات التقليدية اللي احنا يعني ايه ممكن نكون زهقنا منها. طبعا نسيت اقول لكم على رسالة الامام لخالد النبوي اللي بيحكي قصة حياة الامام الشافعي، طبعا ده من المسلسلات المنتظرة جدا السنة دي في رمضان اللي بيحكي عن سيرة الامام الشافعي، مسلسلات دينية بقالنا كتير جدا ما بنشوفهاش في رمضان، عودة جديدة واتمنى يكون على قدر المستوى. انا على المستوى الشخصي مستني جدا سيرو الباتع والمسلسلات اللي لسه متكلم عنها كمان، واتمنى فعلا المسلسل يكون ملعوب صح، اتمنى ذلك. انا كنت عملت 3 حلقات عن مسلسلات رمضان، كل حاجة عايزين تعرفوها هسيبها لكم في 3 فيديوهات في اخر الفيديو ده. التلات فيديوهات دول فيهم المسلسلات اللي جاية 15 حلقة والمسلسلات اللي جاية 30 حلقة والقنوات اللي هتعرض المسلسلات ديت سواء في التلفزيون او في المنصات الالكترونية سواء شاهد او واتشت. رمضان كريم.